وقع من وقعت في ما كان جاي هاني، ما كاين حتى شي مشكل، ما كاين حتى حاجه والو. وقت قربنا باش غندورو للمرسى تقاضى ليسانس، حاول فاش غادي نحول تي ونديرو في بلاصه اخرى. ديك التكيل التكيت وعمر الزاد غنخدم موط قعد قاعد انا بحر ردم كلشي. هي هذيك الدراري الاخر بقات تعاون انا وياه، هي تخرجنا درنا البواله درنا داكشي، ولكن هودنا بزاف ديك المسافه اللي هودنا فيها. ما غاديش يدخلوا فيها الفليك، واخا تكون فلوكه حتى غير عطاك ما غتدخلش لا خطاك شامبرير ولا شي زوز ياك ولا شي ولا صحاب وقايع اللي عارفه بغا يدوزو يعرفهم. وجات مع الظلام والله ولك الحمد، العمر باقي طويل شويه. راه تقريبا في 6 سوايع من المرا كيشربت في الماء. دابا الدري الوقت اللي غادي فقد الوعي ديالو الموجة الاخرى، وهذيك الموجة الاخرى اللي ضربتنا لحدنا ثلاثة. هذيك الوقت اللي غادي نعود انا تجمعت الناس، دوك الناس اللي كانوا قرابين شي عناصر ديالي نيت بلا الدرب كتر خير منك. هما اللي وقفوا دخلوا في المسائل لحد اللي وقفت انا يا شعرت تهز بيا الدري يهزوها من حدايا. باقي فيه شوية ولكن الوقاية ما كاينش، مش غيعتقو واش يديرو لي، كاينة مسافة طبعا معطلة. في الأول ولاد الدرب ما كاينش صحاب الوقاية أبدا، ولاد الدرب هما اللي دخلوا عندنا، والدراري كلهم بحارة معروفين وعارفين أهم ديال البحر. الدراري اللي عقلت عليهم انا هزوني الدراري هنا، الدراري ولاد الدرب ما هزنيش واحد من الوقاية ولو غير واحد. مع عدم طلعت الصلاه بين راسي الله وقفت، قلت لي عاتقوا الدراري هو الاول، عاتقوا الدراري انا واقف واقف، عاتقوا الدراري شادين الدراري كنا الدراري غوتو جابو داك البغايات الدراري داو حد شفت فيه. انا دابا في لابيرونس دخلت ما بقيتش عقلت، انا دخلت السبيطار، دخلت السبيطار ومن دخلت السبيطار يلا نزلت عاوتاني من السبيطار بحال طرشني البرد شويه ديال السبيطار. فقت سولت عليه قال لي راه دخلوا الجناش، دخلوني لبايا صخر دير راديو ما دير راديو، درت الراديو ما كاين لا طبيب ولا طبيب ولا حزامين. مشيت داخل كوما والان الناس ما يديروش حتى صغيرو تفاني ديال الاخر ما يعطيو لهاد السيد باش ينقض راسو وكيقول لك زيد ليلة ثاني اخرى. انا عاود سولت على الدري قال لي ودي الله يرحم، والدري ماشي شي حد براني، دابا الدري ولد اختي. ما بقيتش نشوف براسو ولا نشوف فيه هو ونشوف وليداتو، حنا كاع وليداتنا كاع وليداتنا. شحال عندو من عام؟ شحال عندو من وليدات؟ تقريبا هادو شي 44 ولا 45 عام، عندو 3 الوليدات وليدة كتظلم الاخوان والمساعدين الا كاين شي مساعده راه يساعدوا. يعني كاين عندكم واحد التامين ولا ضروري؟ كاين شويه التامين، كاين اصلا التقويم، كاين اي حاجه لها التامين ديالها، ولكن المعاونه ضروري خاصها تكون. حنا ما كنطلبوش من التعاونيه ديال ماديا ولا كنطلبو من التعاونيه ديال الادويه ولا ديال هادي ولا ديال داكشي، خاصهم بحال الوقايه ماشي. حنا لو وقعت الواقع مشينا، شي حد اخر بقى شي واقع خاصهم يقومو في الواجب. اما هاد الناس راه ما قايمش بشي واجب نهائيا، تدخل السبيطار تلقى خانس الناس يغوه واحد يموت حدا. اللهم تجي تموت حدا ولادك، انت علاش تدخل شي داك السبيطار؟ السبيطار ديال يدي ما وقع سبيطار ما وقع مضاربه من ربعه ديال الليل ولا وحده ديال الليل حتى الخمسه ديال الصباح ولا سته ديال الصباح، ضربوا بالشرار الجاج فيها مابقاش محامي تا راسو هذاك السبيطار، عاد يحمي هذاك المرضى ويحمي حامي يمشي.